السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. بالنسبة لطالب العمل والناس اللي سجلوا في منحة البطالة ولم يستطيعوا تحميل أو طبع الوصل والتعهد، الطريقة بسيطة جدا، فقط تابعوا الفيديو. أولا حمل تليشارج تطبيق قارئ النصوص يعني PDF، أما الهواتف الجديدة يعني مباشرة وتلقائيا موجود فيها هذا التطبيق. ثانيا كل مرة تفتح موقع البطالة تعطيك هذه الصورة، المعلومات المدخلة خاطئا إذا كنت تعتقد أنها صحيحة، فيرجى مراجعة الملحقة الوطنية للتشغيل. رغم صحة المعلومات أبقى تعاود فقط خاصة في أوقات الفراغ، واستعمل الرقم الطويل للبطاقة البيومترية. أما بخصوص طبع الملف فعند الدخول لموقع منحة من روابط الفيسبوك أو الانستغرام يدخل عادي، لكن من خلال هذه الروابط لا تستطيع طبع الملف وتحميله في الهاتف. كل ما عليك فعله هو الذهاب لمحرك بحث جوجل، يعني تروح الجوجل وتدير سطح المكتب، هذا سطح المكتب، بالذهاب إلى الأسهم أو السهم الأحمر على اليمين أو النقاط الثلاث أعلى الصورة، تكليك عليهم وتذهب للخانة المرسوم فيها كمبيوتر، مكتوب فيها فيرسيو بور أورديناتور يعني استعمال سطح المكتب وكأنك في الحاسوب. بعدها مباشرة تدخل لموقع المنحة، منحة البطالة، تكتب منحة .zz يعني تخرج لك أول اقتراح. بعد الدخول للموقع إذا كنت مسجل من قبل تطبع مباشرة من خلال الضغط على التعهد والوصل وتليشارجهم في الهاتف على شكل PDF بسهولة وبدون تنقل لمقاهي الانترنت. أما إذا كنت راح تسجل أول مرة تسجل بشكل عادي وتطبع التعهد والالتزام والوصل وتحملهم في الهاتف وتطبعهم مرة أخرى. هذه هي الطريقة الأسهل والأنجع للتخلص من مشكلة الطبع والشبكة الانترنت في هذا الموقع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.